شوقيه، هو الخزان فاضي؟ وهو من امتى يا اختي بيبقى ملياه؟ وبعدين بقى عايزه اتشعطف، قلت لكم 100 مره عينوا لي جركن على جنب. خلاص ابي ب2 جنيه اروح اشتري لك جركن مي. منين بقى يا اختي ال2 جنيه؟ ما ابوكي ما قالش على اللي معايا اول باول. خدي املي لي الجركن ده من العموم. واخبط انا المشوار لحد المعديه، بقول لك انا جايه مهدود حيلي. اقول لك على سكه؟ قولي على سكه يا اخت سك. وبعدين الغلط ده بقى، طب مش قايله حاجه. خلاص قولي بقى يا بنت ضح. بصي امك شايله جركن ميه للطوارئ، بس دي ميه شرب، ما انا حد يقرب منها خالص، هي حطاها جنب سريرها. خديه بس انا ما قلتلكيش حاجه. خدي بنت الميه اهي. ايه يما اللي مقومك من فرشتك بس؟ انا كويسه، اكيد انت راجعه من شغلك يا ضنايا، عايزه تستحمي وتروقي نفسك. نص الميه دي تشطفي بيها والنص التاني للشرب والاكل. يا سلام، اشمعنى انا بقى يما لما قلتلك انا عايزه اتشطف قلتلي مفيش ميه؟ ولا هي الميه بقت لناس وناس؟ يا بنت المهروشه اللي مسحوبه من لسانك، انت راجعه من شغلك مستحميه ومطبه نفسك الدور والباقي على الشقيانه دي. ربنا يخليكي ليا يا يما. الميه دي انا مخبيها عن ابوك. شوقيه، ايه هاتي الكوز وتعالي صبي عليا. لا يا اختي خدي انت الكوز صبي على نفسك، انا جايه استريح يوم وراجعه، مش جايه اخدمكم هنا كمان. يو شوف البيت، وانت يا بنت اما تخدمي اختك تبقي بتشقي. خلاص يا اما انا هصب على نفسي. هاتي. لا يا ضنايا انا اللي هصب لك. يا عيني يا عيني على الحنيه. راسي. طيب ربنا يهني سعيد بسعيده. احك رجلي بالحجره الاول يوم. يا بنت بتقعدي على بعض بغير يا اطمع. الوساخه دي وانت بتمشي حافيه. حافيه ايه؟ ده من لف على كعوب رجليا طول النهار. والله يا بنتي الود ودي اريحك من الشقه اللي انت بتشقيه ده وسكتك. يعني هنعمل ايه؟ ما باليات ده حيله. خليكي ليا يا ماما لسه مهدي. صحيح انت هتسيبي المدرسه يا شروق؟ ايوه. ليه؟ ده انت اشطر واحده في وسط زملاتي. اكيد في سبب، هتنقلي مدرسه تانية؟ يا ريت. امال ايه؟ بابا مسافر في حته وهياخدك معاه؟ برضه يا ريت. امال ايه حضرتيني معاكي؟ عشان اشتغل واصرف على اخواتي. ابويا ضربني وقال لي كفايه عليك تعليم، اللي زيك بيجيبوا قرش ويصرفوا على بيوت. انا مستعد اروح له وكمان اديله الفلوس اللي هو عاوزها، بس سيبك تكملي تعليمك. لا يا ادهم، خليك انت في دراستك وان شاء الله تبقى مهندس كبير اما تكبر زي والدك. انا نصيبي كده. لا ما توافقيش، ما توافقيش يا شروق. يلا يا شروق يا بنتي يلا. شروق اتكلمي، انا مش هشوفك تاني ولا ايه؟ خد بالك من نفسك ادهم، انا مش هنساك. شروق انا بحبك وهفضل طول عمري احبك لحد ما اموت. بعد الشر انت حنين قوي يا ادهم، وارجوك ما تبطلش تكتب شعر. يلا يا شروق يا بنتي، ابوكي مستني. الرومانسية دي ادهم انت بتزقي ليه؟ يلا سوا مستني، احنا رايحين النادي، مامي عامله لك عيد ميلادك هناك. يلا شروق. يا شروق. نعم يام. ايه بت مالك سرحانه في ايه؟ مش سرحانه يام، انا فايقه قوي. يا بنتي انت كل ده لسه في البحث بتاعك ده؟ على كده بقى مش بحث في ماده، دي رساله دكتوراه. انت بتقول فيها؟ انا بفكر فعلا بعد التخرج اعمله موضوع الدكتوراه بتاعي، اصل الجوع بيهدد 3/4 البشريه في الربع قرن اللي جاي. وعلى فكره هو بيهددني انا كمان، انا شخصيا هموت من الجوع. يا حبيبي طب ما تخلي بهيه تعمل لك اي حاجه تاكلها. لا ما هو مامتك بقى يا ستي خدت بهيه وطلعت بيها على شقه خالي علشان خاطر تفرشها. قولي لي بقى كلمتيها وعزمتيها ولا لا؟ اللي هي مين بقى؟ استعبطي استعبطي بقى، ما انت عارفه هي مين. قصدك على شروق؟ اطمن يا سيدي، هي من نفسها عارفه عيد ميلادي وعمرها ما نسيته. ما انا فاهم، بس يعني برضو انا بقول انه من باب الشياكه انك انت تتصلي وتعزميها بنفسك. بس كده من عينيا الاثنين هكلمها لك. باش مهندس قد الدنيا، بس معقول
وليه لا؟ ما هو اللي جالي لحد عند في يا شروق؟ انت اتجننتي يا اختي؟ كل ده عشان الفلوس اللي خدها ابوكي؟ في ايه؟ فين عقلك يا بنت امي؟ ندالي، ندالي يا شوقية، ندالي من على حصان. حصانه؟ انا والله مش شايفه حصانه، انا شايفه حمار، احمر واقف بيبص لك وبيشاور. انزل يا قمر من برجك العاجي، تيجي ناخد لفه على السد، ولا احنا يعني مش قد المقام؟ طيب يا ابن الدلاله، وديني وما اعبد لو حيلك. احسن عشان تحرم تهوب نواحينا كده برضه يا شروق، ورحمه امي منعتك. الو، ايوه يا امل، انا شروق. ازيك يا شروق؟ انت فين يا بنتي من صباحيه ربنا بكلمك؟ كان موبايلك مقفول ولا ايه؟ ايوه معلش الظروف. كل سنه وانت طيبه، عيد ميلادك بكره مش كده؟ وانت طيبه يا حبيبتي. انت فاكره عيد ميلادي؟ تصدقي بقى انك اول واحده تقولها لي. طبعا فاكره، ده احنا زملاء وعشره عمر. انا مستنياكي في الحفله يا شروق، اوعي تتاخري او ما تجيش ان شاء الله. الا اخبار ماما وبابا ايه؟ و الو الو، مش سامع حاجه، الصوت بيبعد قوي. ياه، خط وحش قوي النهارده. دي شروق مش كده؟ اوعي تكدبي وتقولي لي لا. يا قلبك يا اخي. هي. طب لما هي ومعاها موبايل بتكذبي عليا ليه؟ بتقولي لي انه معهاش. علشان لو عرفت هتفضل تزن على دماغي لغايه ما تاخد النمره، ودي واحدة جد مش بتاعت كلام حب في التليفونات، دي بتجري على أكل عيشها يا أدهى. يعني ما هياش متدلعة ومرفهة بحجة المذاكرة زينا. إيه أنت هتديني محاضرة؟ مش عايز منك حاجة، خليكي أنت في مذاكرتك، أنا بقى هعرف أجيب النمرة بطريقتي. أنت سايب الخط مفتوح ولا إيه؟ بصي أدهى بلاش غلط يا أدهى. أنا معرفش حاجة يا باشا غير الناس كلها شافته. بس أنت بقى شفت تبص عيني. الكذب خيبة سعادتك. أنا شفت المركب بتحرق والناس بتقزح والنار ماسكه فيها، بس سعادتك في واحده شافت الجثه. واحده؟ مين دي؟ هجيبها لسعادتك تحت رجليك، تتوجد دلوقتي حالا. مرسي روح معاها. ماشي يا باشا. بلاش مرسي سعادتك، يعني انا طول عمري بخدم الاسم، انا خدامك، سيبني بس ابين لسعادتك اماره. وانا مستني الاماره يا كوانا. طول سعاده الباشا. بعد اذنك يا باشا. بعدين